احذر الشراء حتى لا تندم. الجملة مقصود بيها شراء العربيات ده بالمناسبة. طيب الكلام ده كلامي؟ الكلام ده كلام بعض الاقتصاديين. احذر الشراء حتى لا تندم. طيب معانا على التليفون سيادة اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات. اهلا 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 يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم ومساء الخير لمصر كلها. مساء الفل، وحشنا يا فندم من ساعة ما اتقابلنا اخر مرة، كان لازم نتقابل تاني وتالت، بس ايه الحاجات الحلوة بتيجي مع بعض. فعلا يعني الايام دي ايام جميلة جدا لمصر كلها يا فندم والله. جدا جدا. عايزين يعني ناخد رأي بقى حضرتك، متى نرى سعر عربيات في متناول المواطن، خصوصا بعد ما انخفض سعر الدولار وسعر اليورو واللازي منه؟ احنا باختصار شديد لو احنا قلنا ايوه ايه اللي ادى الى ارتفاع اسعار السيارات، هذا الارتفاع الجنوني الغير منطقي، هنلاقي اول حاجة ان هو توقف استيراد السيارات لعدم توفر العملة الحر. بالانباء الجميلة والانفراجة دي، توفر العملة الحرة معناه سهولة فتح الاعتمادات وتحويل المطلوب للاستيراد السيارات والمكونات اللي هي برضو بتستخدم في صناعة السيارات المحلية. طب ايه السبب التاني؟ هو كان ارتفاع سعر الدولار في السوق الرمادية، ده بيؤدي لرفع تكلفة الفاتورة الاستيرادية فبيزود اسعار السيارات قطعا. النهاردة لما بيقترب السعر الرسمي للدولار من السعر في السوق الرمادية، طبعا بيقلل اسعار السيارات كثيرا ويقودها ان هي تعود الى المستويات المعقولة العادية. فالانفراجة دي بتحل المشكلتين الكبار في قطاع السيارات واللي أدوا لارتفاع السيارات. طيب أنا عندي مشكلة، تجار السيارات، مش هتكلم حتى على الوكلاء، بعض تجار السيارات، بعض موزعي السيارات، بعض أصحاب المعارض اللي اشتغلوا في البيزنس بتاع تعال أعمل لك استيراد شخصي، هو بيسعر اليورو او الدولار على مزاجه، فيجي يقول لك والله بص يا يوسف انت عايز العربيه دي، بص يا سيدي العربيه دي ب60,000 يورو، طيب هو اليورو بكام؟ لا انسى بقى سعر البنك، بص انا اليورو ب75، فتقول له لا كده كتير، يقول لك روح هات يورو، فيدبسك، فادى الى وجود ما يطلق عليه وورد اوف ماوث، كلمه تنتشر في السوق، هو اليورو ب70، اليورو ب75، اليورو ب68، زي ما يطلع، كل واحد بقى بيحدد على مزاجه، إضافة إلى أنه عاوز تستلم العربية دلوقتي، لا والله ده عليها 1,000,000 جنيه أوفر. تمام، ده طريقة غريبة جدا بوظت السوق. انتشر بالفعل في السوق لها بعض التجار وبعض المكاتب بتقوم بالاستيراد الشخصي نيابة عن المشتري من الخارج. أولا ده ما بيوفرش حاجة، بالعكس ده بيزود التكلفة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، العربية اللي بتيجي ممكن تكون عربية قد يعني ايه؟ يعني ممكن يكون فيها قطع غيار غير المألوفة في الموديلات المستخدمة في مصر. لو حصل اي حاجة لازم يتم استيراد خاص للإصلاح. نمرة تلاتة، بتبقى خارج الضمان، لازم اذا كان يقدر يشتري ضمان فترة ضمان عند الوكيل بيشتري، بعض الوكلاء بيرفضوا. هي عملية طبعا مكلفة، لان استيراد وشحن سيارة واحدة او اكتر قليلين، غير لما بيتم استيراد بواسطة الوكلاء المستوردين عدد كبير من السيارات، بتبقى تكلفة اقل بكتير في الشحن، تكلفة اقل بكتير في التأمين. طبعا انا لا انصح بذلك، يعني الاستيراد الشخصي اللي عايز يطلع يجيب عربية من برة او يشوف حد يجيبها له من برة معرفة يعني. طيب امتى هنحس بالفرق؟ هنحس بالفرق بقى، احنا ابتدينا نحس بالفرق في حاجات كتير الحقيقة. يعني النهاردة لما مجلس الوزراء بيعمل خطة الافراج عن السلع اللي هي موجودة في الجمارك، طبعا بيبدأ بالسلع الاساسية، القمح والاعلاف والادوية والكلام ده، بقيمة 1.3 مليار بشكل تدريجي يعني. انما السيارات طبعا هتبقى في مرتبة اخرى بعد الانتهاء من توفير السلع الاساسية. لكن هنبدأ ان احنا نقول ان احنا فعلا وصلنا الى توفير السيارات
لما يبتدي فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء المستوردين بتوفير الدولار للقيام باستيراد السيارات الكاملة ومكونات انتاج السيارات وقطع الغيار. يا ميسر الأحوال. أنا بشكرك جدا سيادة اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات.